أميرة حسن مختار بنت رجاء جداوي الوحيدة، زي ما هي كانت بتقول عليا مستشارتها، صديقتها، صاحبتها الأنتيم. النهاردة حبيت إن احنا نبقى كلنا مع بعض في المكان اللي هي كانت بالنسبة لها أحب مكان هي بتحب تقعد فيه، تقرأ المصحف أو الكتب المفضلة. بتقرأ كتب بالثلاث لغات، العربية طبعاً والإنجليزية والفرنسية. الجنينة هنا تفاصيلها كلها هي اللي عاملاها أو هي اللي رسمها مع المهندس الزراعي، يعني هي اللي كانت حابة كل التفاصيل. وطبعاً انتوا بتسألوني عن الفل اللي هي كانت حطت صور ليه، فهو الفل موجود هنا، بس طبعاً هو مش بيطرح الأيام دي. كانت بتاخد الخرطوم اليدوي وتسقي الزرع، هي تقولي علشان بيحس بيا. كانت أوقات كتير قوي تطبطب على الشجر وتكلمه، كان في اليمام اللي هي بتأكله. على حد تعبير مامي، الفرحة كانت ناقصة بعدم وجود بابا. مامي كانت تقول في الوقت العصاري كده ناخد القهوة بتاعتنا أنا وحسن هنا، بس للأسف أنه كان بياخدوها فعلاً بس في وقت التوضيبات. مامي بتحب الكلاسيكية قوي، اتفقنا أن هنا هيبقى كلاسيك زي ما انت شايفة كده عشان تحس روحها في المكان. وعملنا الدور الثاني مودرن مواكب بقى للعصر الحديث. كانت برضو تقولي البيوت مش بالديكور بتاعها، البيوت بروح صحابها. لما حد يدخل من الباب بيبقى شغلها الشاغل انه يمشي مبسوط، انه يمشي مرتاح، انه يمشي عايز يرجع تاني او يبقى مش عايز يمشي. فده كان الهدف الاساسي من بيتها. ذوقها خاص جدا ويميل للسهل الفرنساوي، وعشان كده حتى الموتيفات اللي في السقف هتلاقيها متاخده من قصر فرساي في فرنسا. الفازات دي جايه لها من واحده من صديقاتها طنطودات، دي هدتنا بيهم في افتتاح البيت. البراويز دي كنا جايبينها مع بعض من بلجيكا، هي اللي مختاراهم. هي كانت بتحب مصريتها قوي.